معكم الدكتور يوسف محمد عيد، أستاذ التربية الخاصة المشارك بكلية التربية جامعة الملك خالد. إن شاء الله معكم مقرر إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وهذا المقرر يهدف إلى تعريف طلاب قسم التربية الخاصة بالمفاهيم الأساسية للإرشاد النفسي ونظريات الإرشاد النفسي وكيفية استخدام طرق الإرشاد النفسي من حيث الإرشاد الفردي والجماعي والمباشر وغير المباشر في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تقبل إعاقتهم والتكيف مع إعاقتهم. وأيضا يساعد هذا المقرر أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على تقبل طفلهم المعاق والتعامل معه بطريقة أفضل. إن شاء الله هذا المقرر سيكون متاح على منصة اليوتيوب بالمقررات المفتوحة لجامعة الملك خالد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والاستفادة من هذا المقرر.